وهل تابعتم فيلم الاسكندراني؟ ارجو ان تتابعوا فيلم الاسكندراني. انا لسه ما دخلتش فيلم الاسكندراني، بس انا هدخل فيلم الاسكندراني وهتفرج عليه لاسباب عده بصراحه. السبب الاول منها انه فيلم لخالد يوسف، فده لوحده بالنسبه لي كافي جدا. السبب الثاني هو انه انا عندي شكل من اشكال اليقين والتاكد انه اكيد خالد يوسف اظهر حاجات جديده في احمد العوضي غير المتعارف عليها. يعني عوضي كممثل اكشن شهير، يعني يمكن احد ابرز نجوم الاكشن كمان خلال الفتره اللي فاتت، فاكيد خالد كمان شاف حاجه زياده في عوضي. الفيلم قصة وسيناريو وحوار الله يرحمه يا رب أستاذ أسامة أنور عكاشة، ودي برضو من ضمن الحاجات اللي تشجعك جدا أنك تدخل تتفرج على فيلم سينما للأستاذ أسامة بعد كل هذه الفترة رحمة الله عليه. خليني الأول أرحب بالمفكر السينمائي كيفما اعتدت أن ألقبه، صديقي العزيز جدا 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 المخرج خالد يوسف. ازيك يا أستاذ؟ اهلا بيك يا يوسف، ازيك؟ عامل ايه؟ وحشتني قد الدنيا، اخبارك ايه؟ تمام، ما شفتكش. والله بقى انا حابه، انا اللي مقصر ومقصر جدا كمان. لا يا حبيبي، اولا مبروك على الاسكندراني. الله يبارك فيك يا حبيبي. ودي يعني زي ما يقولوا كده بيسموها ايه، بيسموها مش عارف، دخله كبيره للسينما بعد فتره. ولا دخلة كبيرة ولا حاجة، فيلم عادي زي كل الأفلام اللي عملتها. الله على التواضع، تواضع المبدعين دايما ده. لا فيلم عادي إيه؟ لأنه أنا وأنا بتابع الحقيقة اللي بيتكتب عن الفيلم، واللي بتابع عن اللي بيتكتب برضو عن إيرادات الفيلم، إذن فهو فيلم غير عادي، فيلم كتبه أسامة أنور عكاشة ويخرجه خالد يوسف. وده يخليني هسأل، إيه اللي بيقدمه خالد يوسف في الفيلم ده بالتحديد واللي خلاه راح لقصة الأستاذ أسامة أنور عكاشة؟ انت عارف طبعا أسامة كلنا تربينا وجدلنا تشكل على الدراما التلفزيونية بتاعته طبعا، والراجل ده مشروعه واحد، يعني من اول مسلسل لاخر كلمة كتبها في حياته هو مشروع متصل كده، بيدافع عن الهوية المصرية، بيدافع عن ملامح الشخصية المصرية، بيدافع عن منظومة القيم الاصيلة اللي موجودة في الشخصية المصرية في كل اعماله. يعني فده عمل من امتداد لاعمال أسامة في الدفاع عن الهوية المصرية، واخد النموذج المرات اسكندريه، وانت عارف يعني اسكندريه بالنسبه له يعني هو مكانه المفضل، يعني صحيح للانطلاق بافكار يعني خلاقه يعني صحيح. فانا لقيت في العمل يعني حاجه مهمه جدا، وكان نفسي زي ما انا قلت قبل كده، كان نفسي من زمان ان انا اعمل حاجه من اعمال أسامة أنور عكاشة، وما اسعدنيش الحظ طبعا لان انا مش من جيله، فوقع في ايدي هذه القصه، ولما قريتها حسيت ان انا ممكن اقدم فيها يعني رؤيه معاصره للي بيحصل دلوقتي، اتصالا بكل اللي حصل في مصر في 50 سنه الاخيره يعني. حلو جدا. انا كنت لسه بتكلم على احمد العوضي في الاسكندراني، انا لسه ما شفتش الفيلم، يعني لازم اتفرج عليه ده مما لا شك فيه، بس كنت بقول اكيد اكيد خالد يوسف بيقدم العوضي بشكل عام اعتدناه، يعني بشكل قصدي مختلف عما اعتدناه. عوضي ممثل اكشن معروف ذائع الصيت ناجح في كل ده، لكن بالتاكيد خالد ما اختارش عوضي بس عشان الاكشن، في حاجه تانية. لا بكل تاكيد الاكشن في النهايه عنصر مساعد مش هو عنصر الفيلم الاساسي، يعني انا اخترت عوضي لانه هو موهوب واستشعرت فيه موهبه لم تظهر بعده، امكانيات مكبوته جواه ما فيش عمل طلعها حتى هذه اللحظه. وانت عارف انا دايما براهن على الموهبه وعلى تقديم بطل جديد للسينما المصريه، لان ده واجبنا ان ما نخليش الحكايه قصرة على ثلاثه اربعه نجوم هم لو ما وافقوش على فيلم الفيلم يموت، يعني صح. لازم كل سنه نقدم بطل واثنين عشان تستمر الصناعه يعني. مظبوط. فدي عادتي طول عمري، يعني وده شغفي وده الشالنج بتاعي او التحدي اللي دايما بعمله، ان انا اقدم بطل جديد وينجح مع الناس ويبقى عندي يعني احساس يعني بالارتياح ان انا اعرف اقدم ده واستشعر ان ده يبقى فيه طاقه ما والناس كمان تستقبله كويس، فاحس بشعر ان انا كان عندي حق يعني. فعوضي نجم من طراز رفيع اولا رايي، لانه عنده دقب في الشغل ما شفتوش في حياتي في كل النجوم اللي انا اشتغلت معاهم، دقب غير يعني غير محدود، وبيشتغل 24 ساعه تدريبات طول الوقت ما بيكلش ولا بيمل،
وفي نفس الوقت موهوب، يبقى وملائم جدا للشخصيه اللي كتبها استاذنا اسامه انور وكاشه. خليت من الزمن عليا قدم. طب ده شيء رائع. هرجع هنا بقى على نقطه وهي صخب أثير حول أغنية من أغاني الفيلم واتهام رامي جمال الدين بأنه الأغنية مش بتاعته. رأيك إيه في كل ما أطلق من صخب، لو صح التعبير يعني؟ لا، والصخب طبعا له يعني أصله، أنه بالفعل أنا من ساعة ما بدأ ملحن كتب بوست عن الأغنية ديت، لقيت جالي حتى هذه اللحظة اللي بكلمك فيها جالي 6 شعراء وبيقولوا الأغنية بتاعتي. 6 و6 مرات أو أكثر من 7 مرات في بوستات على الفيسبوك من سنة 2014 كاتبة نفس الكلام. ممكن أبعته لك كمان، أبعته للمعد كمان لو عايز يعني. يعني هو صادق من غير ما تبعت، بس فعلا أبعت لي عشان أقرأ. عندي صاصة عامل أغنية ثانية في الفيلم، مغني نفس الأغنية ديت في زمن ما، معرفش وإيه، حد بعتها لي برضو، فلقيت حاجة في منتهى العجب يعني. أنا بس عايز أنبه الجمهور العزيز إنه أي حد بيكتب قصيدة، أولا القصيدة ديت هي عرضت عليا إزاي؟ عن طريق عصام كاريكا، ما جابليش الكلام ده، جاب لي الأغنية ملحنة ومغناة. حلو. وقال لي أنا سامع إن أنت بتعمل فيلم، اسمع الأغنية دي يمكن يعني تنفعك في الفيلم. سمعتها لقيتها فكرتها لطيفة جدا ومتمشية مع الفيلم. فجبنا العصام وجبنا اللي كتب الأغنية وعمل التنازل، والتنازل ده بيقول فيه دايما، أي حد بيعمل تنازل بيقول إن دي أغنيتي من بنات أفكاري وهو مسؤول عن ده. صح. وبيعمل التنازل على هذا الاساس، احنا مالناش غير كده، لان انا سمعت طبعا حد بيقول هي الشركه المنتجه لازم تتحرى، يعني ازاي يتحرى يعني؟ ايوه، قال كده عندي في البرنامج وانا قلت له الشركه المنتجه لا علاقه لها سوى بالتنازل المكتوب. بالظبط، اللي بيكتب التنازل هو المسؤول امام القانون، لو طلع ان هو كلامه مش مظبوط هو اللي المفروض تروح تاخد حقك منه يعني. بس ده من حيث الاصل كده عشان نبقى عارفين الحقوق فين. صح. انا حتى هذه اللحظه للامانه الشديده لم اتبين مين كاتب الأغنية دي بشكل، اللي هي الفقرة اللي هي أنا الفيلم اللي مات بطله، أنا مسرح بدون جمهور، دي اللي مكررة في 6 أغاني اللي اتبعتولي. وبالتالي أكيد لها مبدع أصلي. طبعا. أنا مش وظيفتي إن أنا أقعد أعمل فيها مباحث وأتحرى. أنا وظيفتي دلوقتي إن اللي شايف إن هي بتاعته وعنده ما يثبت إنها بتاعته يتوجه فورا للرقابة على المصنفات الفنية اللي عندها التنازل، هيتوجه للنقابه ويعملوا فيها تحقيق ويشوفوا مين صاحب الاغنيه الاصليه. كلمات طبعا ما فيش اي شبهه على اللحن، لحن عصام كاريكا ملوش اي علاقه بكل الالحان اللي جت له، تمام؟ فعصام كاريكا بره الموضوع. جميل. الكلام كله هو في الفقره دي، انا الفيلم اللي مات بطل وانا مسرح بدون جمهور، دي مكرره في 6 7 اغاني جات لي فيهم. فانا رايي اللي كتبها عليه ان هو يتوجه بالشكوى والنقابة أو الرقابة تحقق وتشوف مين صاحب الأصل، صاحب الحق الأصلي. صاحب الحق الأصلي ده تبلغني بيه النقابة، وأنا ما علي غير إن أنا الحق الأدبي بتاعه أدهوله، بمعنى إن أنا أغير له التتر، مع إن التتر نزل، لكن مستعد، لأن أنا بأؤمن إنه الحق الأدبي أهم حاجة، إن أنا أغير له التتر وأحط له اسمه ككاتب للأغنية لو ما طلعش رامي هو اللي كاتبها. ده اللي عندي. الاجر اللي خده رامي لو طلع ان مش رامي هو اللي كتبها، عليه ان هو يديه للاخ اللي كتب الغنوه لو رامي طلع ان هو مش هو اللي كاتبها. الجمله دي انا بتكلم على الجمله دي، واخد بالك؟ لان صح. الجمله دي بلا ادنى شك انها جمله مفتاح في الاغنيه، وانا بعترف بده، وبالتالي حق اللي كتبها الاولاني لازم يتعرف، لان انا راجل امين مع الناس طبعا، وما اقدرش ما تديش الناس حقها الادبي. فلما تعمل النقابه او الرقابه تحقيق وتصل للحقيقه يبلغوني، وانا مش خسران حاجه يعني، انا هدي الراجل حقه الادبي وحقه المادي موجود مع رامي لو ما طلعش رامي هو اللي كاتب الجمله دي الاصليه. ما بالعكس، انت هتتكلف عناء تغيير تتر الفيلم، ده في حد ذاته مش بس مجهود، ده كمان مجهود وفلوس. ما تديش حق لحد مش حق، بس صحيح. بس يعني حتى لو رامي جمال كاتب يعني الجملة دي مش بتاعته وبقيت القصيدة بتاعته والرقابة والنقابة أقرت بداية، كتبوا هما الاثنين على التتر، ما عنديش يعني،
عندي كل الـ يعني الحلول اللي بعد ما يحصل التحقيق ويكتشفوا مين الكاتب الجملة الأصلية ومين كاتب بقية الحاجة، ان انا علي ان انا اقدر اعمل لهم اللي هم عايزين. بلغوني بالقرار النهائي وانا هعمل اللازم. بالظبط كده. كما جرت العادة، انا اشكرك جدا 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 جدا، وان شاء الله لازم هنتقابل قريب جدا جوه البرنامج بره البرنامج، لازم نتقابل ضروري قوي خالص. انا بشكرك جدا 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 يا خالد، نورتني وشرفتني كما جرت العادة. كل الشكر لمخرج خالد يوسف واللي كان واضح جدا في كلامه.